هلو هلو حبوباتي، تمنى تكونوا بخير. كتير اشتقت لهيدي الجملة، صار لي يمكن شهر غايبة عليكم على اليوتيوب. لا تشوفوا كيف أنا عاملة القعدة، بس عاملتها بطريقة إنه رياضة رياضة، حاطة رجل كده مفتوحة ورجل مفرودة. أوكي، كتير كتير اشتقت لكم. انتو اشتقتوا لي باليوتيوب، اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات. بس باي ذا واي، انا موجوده بالسناب شات، موجوده بالتيك توك، موجوده بالانستغرام، موجوده بالفيسبوك، يوميا انا موجوده هنيك. بس شوي اليوتيوب لانه كاميرا ومونتاج وكتير اشياء، فكنت عم اتاخر. بس كمان بتعرفوني انا، يكون موجوده فعليا قلبا وقالبا وتمارين فعليا ومواضيع فعليه او لا. فهالمرة نحن رح نبلش تحدي 2023. وعدتكم بالإنستغرام إنه هاي السنة غير، حأرجع لليوتيوب مثل أيام زمان. نرجع لحريق حريق وللنصائح ولهالأشياء، بس شوي شوي. على فكرة عيد الفطر صاير على الأبواب، بدنا نجهز له من هلا، ولا شو رأيكم؟ لأن ما حنجهز له بس برمضان، لازم من هلا وأنتوا عم بتجهزوا له تيجي يوم عيد الفطر. ونرجع لهاشتاك، شو تتذكروا الهاشتاج؟ مع فاتي الكل رح يحكي عن رشاقتي. بوعدكم انه بعيد الفطر باذن الله كلكم رح تلبسوا الفساتين اللي انتم نفسكم فيها، والكل حيقولكم عملتي تكميم معده؟ عملتي شفط؟ عن مين ناحته؟ لانه تشبيعي يا اختي، تشبيعي ناحته عند فاتي فت. نحت طبيعي، شفط طبيعي، تكميم طبيعي من دون منظر صحتنا. حيكون هيدا التحدي مدته ما بتتجاوز ال 15 دقيقة لكل فيديو، يعني بين 10 دقائق و 15 دقيقة، بنكون عم نركز فيهم صح. بتعرفوا انه انا ما عندي شيء، ما بحب ضيع وقت، بروح دغري هيك للهدف الاساسي. حيكون عنا 3 ايام بالاسبوع بينزلوا فيها الفيديوهات، 3 ايام بالاسبوع. تصوروا انه انا يا غيب غيب يا بيجي هيك كبسة على نفسكم. فحيكون عنا يوم الاثنين، يوم الاربعاء، ويوم الجمعة. يوميا على الساعة 6 بتوقيت السعودية بينزل فيديو. الفيديو حيكون على خاصية لايف. ليش خاصية لايف؟ تنكون عم نستفاد من طاقة الجماعة، وكأنكم انتو معي بالاستوديو او معي بالبيت، او كلنا عم نتمرن سوا. هيدا الشيء جدا مهم تكونوا بالوقت. لهيك انا كثير بنصحكم انكم تيجوا تتابعوني على سناب شات والانستغرام وحتى الفيسبوك، كلهم ظاهرين عندكم على الشاشه، لانه هنيك بقلكم انتبهوا بعد ساعه حيبلش الفيديو، او انتبهوا بكره الساعه الفلانيه في الفيديو. واكيد باليوتيوب اذا انتم فاعلين الجرس راح يوصلكم. فمهم جدا تكونوا مشتركين بالقناه ومفعلين الجرس تيوصلكم نوتيفيكيشن بالوقت اللي حينزل فيه الفيديو. حيكون عنا كده فيديو اكيد ومؤكد، حيكون عنا فيديو المشي اللي انا معروفة فيهم، واللي هن كتير مهمين بديل المشي بالبيت، واللي بنكون بنفس الوقت اكيد ملكة المقاومة. مين انتوا بتقولوا لي اياها؟ هيدا من غرور. والله مستاء احكي معاكم. فاكيد حيكون فيه مقاومه لنكون عم نرفع الحرق بجسمنا، وهيدا الاساسي وهيدا المهم، لنكون عم نتخلص من الدهون الصعبه والمستعصيه واللي صار لها زمان معاكم ما بدها تروح، يعني اخذت وش عليكم بزياده ما عم تحسوا. فنحن بدنا بكل احترام نقول مع السلامه حبيبتي، يلا 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 شوفي غيره، ما يهمك تاثيره. شوفي المهم ضروري انه انا افصل فصلاتي، هيدا الشيء ضروري. فحيكون عندنا فيديو اطاله اللي هو اساسي. كثير من البنات بيجوا بيقولوا لي او انا بطوف الاطاله، بحسها مضيع على الوقت. المضيع على الوقت انك ما تكوني عم تعملي اطاله، كثير بتضيعي وقت بحياتك اذا ما عملتي اطاله. ليه؟ لانه لما يكون في تشنجات، تشنجات هي عباره عن شو؟ عباره عن عقد. تصور عقده هون وعقده هون وعقده هون. اول شيء الاكسجين ما عم يمشي كويس بالجسم. اكسجين يلا تصوروا انتم الجسم كلكم. تشنجات هي عباره عن شو؟ هي عباره عن عقد، عقد بكل جسمكم. فاكيد انتم ما حتستفادوا من اي شيء عم تعملوه وانه جسمكم كله عباره عن عقد. فنحن عم نكون عم نفكها العقد، مش بس التمرين اللي بيعملها، العقد بتعمليها خلال نهارك، خلال دوامك، تحملتي بنتك، ابنك، عم تعملي شيء. هول الاشياء بتيجي من دون بشغلك. لو ما بتعملي رياضه مهم تعملي اطاله، هذا الشيء اساسي مهم جدا لتكوني عم تستفيدي. لازم تعملي اطاله. كمان لما تكونوا عم تعملوا اطاله تمارين بتصير اسهل. يس بتصير اسهل. كثير من البنات بصير السكوات يجيهم صعب. ليش صعب؟ غير بيكون انه ممكن ضعف بالعضلات، بس بيكون في شد بالعضلات، عضلات الفخذ الامامي هون بالحوض باي شيء. فهيدا الشيء مهم جدا يكون انا عملت له اطاله ما يكون متشنج.
فلا لا 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 الإطالة أساسية وإجبارية. فحينزل أول شيء فيديو المشي، بعد فيديو الإطالة تكونوا عم تشتغلوا على الاثنين مع بعض لتكونوا جاهزين تبلشوا بالفيديوهات. أكيد فيديوهات الأفخاذ المؤخرة، أفخاذ داخلية، صدر، الظهر، كتاف، مدروع. مهم جدا انه نكون عم نشتغل على كل هالاشياء. لو هدفك بس مؤخره، لو هدفك بس افخاذ، لو هدفك بس البطن، مهم جدا تتبعوا البرنامج مثل ما حينزل، والا ما تضيعوا وقتكم. تتبعوا كل الفيديوهات ليكون في تناسق بالجسم. كل ما بنينا عضل، مش هذاك العضل، لا بنينا كتله عضليه، كل ما ارتفع الحرق بجسمنا وانقصنا وزننا بسرعه. اما اذا انا ركزت بس على شيء معين ما حاستفيد بسرعه، ركزت بس على الهيت كارديو ما حاستفيد بسرعه. فلازم كل هالاشياء اشتغل الجسم من فوق لتحت. واكيد حيكون عندنا تمارين يوغا لانه هيدا الشيء كثير مهم، كون عم بشتغل على العضلات العميقه، العضلات من جوا، الترانسفيرس، عضلات البطن الداخلية اللي هي المسؤولة على شفطنا البطن لجوا، وبالتالي خواصر مرسومة على الحجاب الحاجز. لا أشتغل على تنفسي منيح، لأنه مليون مرة قلت لكم كيف بتروح الدهون. قولوا 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 كيف نتخلص من الدهون؟ لا مش عن طريق العرق، لا مش عن طريق البول، وأنتوا بكرامة، معظمه عن طريق التنفس، وما تبقى عن طريق الماء. فمهم جدا اليوغا بتخلصنا من احتباس مياه. فكتير بيكون عنده النفخة مفكرين انه زايد وزنهم وهن فقط عندهم احتباس مياه. فمهم جدا البرنامج كيف حنزلكم اياه، تعملوا معي كل شيء يلا من الاخر. وحيكون عنا عم ينزل اسبوعين ورا بعضهم تمارين، اسبوع ما في تمارين، لنكون عم نعيد هيدا الاسبوع قبل نضيف لكم بعد التمارين. فما تنسوا، مهم جدا شيروا هيدا اللايف لنكون اكبر، هيدا اللايف شيروا هيدا الفيديو لنكون اكبر عدد من الناس عم نتمرن سوا مع بعض ونفقوا طاقة نفع. يعني كل ما انا نفقت اعطيت لحدا تعالي تمرني معي حيكون هالتمارين، فانت عم تكوني عم بتفيديها وبالتالي استفادتك حتكون دبل. وعشان نكون كتار خلال فترة اللايف لما يكون نازل الفيديو، فحتى نستفيد أكثر وأكثر من طاقة الجماعة. أنا بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.